تصاعد الإصابات بفيروس كورونا يضع غرف الإنعاش تحت الضغط. تتوالى نداءات الأطر الصحية المغربية إلى المواطنين بشأن خطورة الوضع داخل غرف الإنعاش المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، لا سيما في بعض المدن التي تشهد تطورات ملحوظة في معدل الإماتة جراء الوباء. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد بلغ إلى حدود أمس الثلاثاء 46.6%، بينما لم تعد بعض المستشفيات لا سيما في مراكش والدار البيضاء تستقبل المصابين في ظل عدم وجود أسرة شاغرة داخل غرف الإنعاش.